برفع علم السودان كدولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها. اليونيتي زمنه ولع، اليونيتي ده خلاص. نحن قاعدين في الدولة، دولة بتاع جنوب السودان، دولة بتاع أرض السود، دولة كوش، دولة جديدة في العالم. الأسفلوية خلاص لما ينفصل الجنوب، انا كجبال نوبه النيل الازرق من حقي انه انا اطالب بتقرير المصير، اطالب برضه بانفصال. يعني الواحد دلوقتي لو ماشي لاصدقائه والعازفين والفنانين اللي موجودين في الجنوب هياخد فيزا، ممكن تاخد يمكن لا. Come on.